صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ اموركم هانيه؟ كل شيء بخير؟ بدات شي قرايه عندكم ولا مازال؟ انا الدراري اليوم راه بداو، اليوم اول نهار من بعد العطله، واخا ما قدروش ينوضوا هاد الصباح، وصراحه ولفوا العطله وحتى هاد الشهير دائما فاش تيبقى، يعني هاد الشهير الاخر ديال المدرسه تيبداو يمشيو غير باش يدوزوا الامتحانات وصافي، يعني تيمشيو غير على اعصابهم امتى نسالي وامتى نسالي، وهاد الشهر الاخر دائما تيدوزوا غير بزز. ايوا البنات، كيف العاده جيت نشارك معكم اليوم الروتين ديالي اليومي. قبل ما نبداو هذا الروتين البنات، اللي مازال ما اشتركتش معي في القناه طبعا ضغطي على داك زر الاشتراك وداك الجرس ديال الاشتراك وتشاركي معي في القناه، وما تنسينيش بواحد اللايك زويون هكا باش تعاونيني يشوفوني ناس اخرين ويتعرفوا على قناتي. اول حاجه البنات، نطل هذا البيت نعاس هذا، بعدا بدلت له ليزار وبدلت لي تي دوغي وصافي قديته عاوتاني من الاول، هكا تتغيروا شويه الستيل وتنغيروا حتى النفسيه البنات. اليوم البنات غادي ندوز غير اسبيراتور، ما غادي نجفف، ما غادي ندير حتى شي حاجه. بعض المرات تكون راشقه ليك انك تدوزي جفاف، بعض المرات تقولي صافي ندوز غير هكا اسبيراتور على الدار كامله ونهني راسي. توحشت البنات اليوم الخبز ديال الدار، قلت والله حتى غادي نوض وغادي نعجن خبيزات. كان ديجا عندي هكا القمح، صافي قلت غنعجن خبيزات ديال الدار. بعد المرات تيطلع ليك هكا في الراس الخبز ديال الزنقه، وحتى مع الوقت والله العظيم بعد المرات راه ما تلقايش الوقت باش تحكي راسك، مي تتنوضي وانت من حاجه لحاجه لحاجه. راه ما قلت اليوم والو، غادي نعجن خبيزات، توحشتهم وغادي نعجنهم وجو فريمون زوينين. نقولوا لي شكر راسو يلاه داز من هنا. انا تنقرصهم مزيان البنات، ما تنبغيهمش غلاض بزاف. ديجا ما غاديش ناكلوا داك البابا اللي لداخل، تيبقاو يحيدوا هاد الدراري، دونك من الاول نقرصهم وصافي. الخبيزات ديالي البنات من بعد ما طابوا جاو تيحمقوا. ودابا البنات بغيت نشارك معكم البرودوي باش غادي نغسل لافيسيل ديالي، لان تدوز واحد الفتره ما تتبقاش تخرج الماء مزيان، تتولي تخرجهم مسخين، دونك قلت ضروري هذا البرودوي هذا كل شهر تيدار في لافيسيل. اول حاجه بعدا البنات زدتها الملحه، لانه كانت داك البوطون ديال الملحه تيكلينيو طيليا، يعني تيقول لي راه خاص الملحه خاص الملحه، زدتها الملحه هي الاول. وهذا هو البرودوي البنات، راه ما غاليش، راه داير 20 درهم، فايت مشاركه معكم. دونك هنا حليت لي داك البوشون ديالو وغادي نقلبو في هكا في لاف فيسيل، غادي نخشيه في هذوك السليكات اللي كاينين هنايا، سواء الفوق سواء التحت اللي بغيتو. المهم غادي نشوفو كيفاش غادي ندير ليه، واخا يتكب المهم ماشي مشكل، غير باش تاي خاصو يمشي يعني يتقلب بهذه الطريقه هذه وتخشى في هاد السنينات. هكا الطريقه اللي كاتبين عليه في القرعه ديالو، وصافي وغادي نسد عليه ونخليه لا ماشين تخدم عادي، يعني تخليو لا فيسيل بحال اللي تتغسل الماعن، حيت اون فوا تتعطلوا على هاد البرودوي البنات تيولي يخرجوا الماعن مضببين، تيولي هذا هو بعدا المليحه اللي تندير فيها البنات. هاد لا مارك صراحه هي اللي تتعجبني انا في الملحه وفي كاع لي برودوي ديال لا فيسيل، وهي وفينيش هادو هما الزوينين. دونك هنايا لو سيل ما بقاش بعدا تيكلينيو طيليا، راه طفى، يعني راه صافي الكميه راه كافياها. هنا صافي راه كملات الدوره ديالها، وانتم غتشوفوا كيفاش غتخرج البنات تتشعل واحد الريحه، راه ما نعاودش لكم ملي تتكون خدامه راه عاتي الريحه ديال داك لو برودوي تتولي في الدار كامله، الدار كامله تيولي في هذاك الريحه غزاله وتتولي نقيه، والمعنى تيعاود ثاني يبداو يخرجوا يعني تيضويو، وما حيت قبل تتكون فيهم فحال التراب البنات، الا ما درتش هاد لو برودوي دوزتي واحد المده طويله تيبدا يخرج فيهم بحال التراب،
شو دابا ولات تتشعل من الداخل، والمعان تبداو يخرجوا زوينين بزاف وما فيهمش داك الضبابه ونقيين. دونك هذا تنبدا نشريه انا مع التقضية، يعني نهار اللي كنت نتقضى تناخذ واحد معايا ونخليه، حيت رمضان كامل داز على لافيسيل راه ما نقيتهاش، راه فات شهر ونص ولا كاع دابا شهر ونص واقيل، دونك ولا اكثر كاع قريب يكمل شهرين. وهذه المريقه ديالي اللي درت لهم اليوم البنات، درت الدجاج بالبطاطا خيزو شويه ديال الجلبانه، وهنا غندير واحد السلطه، سلقت شويه ديال اللوبيا الطويله، الخس راني دايره في الماء والخل بعد ما غسلته خليته مرقد، وصافي دابا غادي نقطع شويه ديال الخيار. ايوا البنات ما نعاودش لكم، نهار كنا شاركت معكم الفيديو ديال الجديده، كنا مشينا كلينا عند داك مالي الحوت اللي كاينين في الجديده البنات، ومن هذا المنبر تنقول انني اخر مره نمشي ناكل عندهم، لاني جربتهم كاملين يعني تقريبا فوق ما تنمشي تنجرب واحد فيهم وما عندهمش الحوت في خيال البنات. هاد المره الاخرى كاع جربنا واحد اللي زعما ما نعاودش لكم الحانوت ديالو كيفاش داير، ما نعاودش لكم داكشي كيفاش داير، راه هشام مشى يموت اوغوزمون انا ما كليتش، راه قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت انا ما دقتش، واسماعيل وايناس راه كلتهم في ماكدو، ما هشام كان كلا كلا كلشي، راه هشام يلاه البارح وقيلا اللي ولا لاباس، من نهار جينا من الجديده لو لوندومان صبح بلا دياغي وصبح بالردان، وما خلينا الدوايات ما خلينا سميكتا ما خلينا اولترا لوفور ما خلينا كلشي عطيته ليه، حتى مشى عند واحد صاحبو في لا فارماسي عاد عطاه واحد الدواء بحال الانتيبيوتيك عاد هو اللي نفعو. قلت لكم تقريبا سيمانه، عرفتوا البنات والله قسما بالله، وكان كنت زعما في الجديده ساكنه حدا داك مول الحوت، وكان راه مشيت درت ليه الشوهه، نمشي فريمون ندير ليه الشوهه حدا المحل ديالو، مي دخلت لاباج ديالهم فيسبوك وعطيته على شي دور، زعما ما تنساونيش من هذه المساله هذه، عطيته على شي دور وحلفت ما بيني وما بين راسي جامي نمشي ناكل الحوت عند هذوك ديال الجديده، لان درت عليهم كاملين. ودابا كون كانوا وليدات صغار وكانوا معنا داك النهار وليدات صغار، وانا جيتي سيغ انا حيت غير اون فوا شميت اللقمه الاولى قلت لراجلي هدا، ولكن هشام قال لي لا ما فيه والو، تعرفوا نتوما الرجاله ما تكونش بحال المراه، المراه تكون عارفه الريحه كي دايره وهادي، ولكن راه تهلك هشام فريمون تهلك، غير ما صبت ليه جهد زعما جاني بعيد هذاك خينا، ومرا يا مو تندير ليه الشوهه حدا المحل ديالو. ولكن كما قلت لكم دخلت لاباج ديالو فيسبوك وعطيته على شي دور مزيان، ولقيت دي كومونتير حتى هما اللي كاتبين لي ان داكشي نول و بوغي البواسون خانز، ماشي غير بوحدي يعني لي زافي عندهم الله يستر مع الله يحفظ، ما نعاودش لكم كلشي تعاير فيه وكلشي تيسب فيه، والحمد لله غير اللي جات هكا ولا دابا شويه لاباس، اما تجي في شي وليد صغيور هذيك اللي صعيبه. ايوا هادشي ما كان البنات، كيف شفتوا راني درت لاصالاد دابا، درت فيها لي ليغوم اللي عندي مطيشه، الا عندكم حتى الشامبينيون تقدروا ديروه، انا ما كانش عندي اي حاجه لي ليغوم، راه تندير فيها حتى البروكولي راه تجي غزاله بزاف. صافي درت فيها شويه ديال الخل وشويه المليحه والبزار وزيت العود والمايونيز وخليتها في الثلاجه. المهم الوقيته اللي غتبغيو تقدموها راه تقدموها. وانا جيت البنات نشارك معكم التقضيه ديال الاسبوع ديالي كيف العاده. المهم هنا خديت هاد الطويبات ديال السكر صغيرين، تنبغيهم انا الكافي. المهم راكم عارفين التقضيه راه تدور سيمانه دغيا كلشي تيسالي مع الوليدات ومع اللي غيدير المدرسه، هل اللي غياكلوا في الدار، هل اللي هنا البنات خديت هاد اتشي هذا ديال سالي كروا زعما ديال الارض، ريحته عجبتني زوينه، خديت هذاك لولي سوكري داك الحليب المكثف المحلى، وما بقاش ليا دقيق البصل حتى هو خديته، يعني مسحوق ديال البصله بصله مطحونه خديته، تستعملو انا بزاف في لي بات ولا مع الغدانت. هذا لي بطاطا تبغيه ايناس تديه معاها ليكول، خديت لا كريم فريش، خديت ليهم الطاكوس، وهادو كاع لي بواسون ديال ايناس اللي تدي معاها للمدرسه. المهم كان سال لي السكر كلاصي حتى هو خديته، اي حاجه تنكون كاتباها سالت ليا تنشريها.
تجيك شويه صعيبه، تكوني محتاجه باغا ديري شي حاجه وما تلقايش داكشي عندك في الدار، نزل عاوتاني سير الحانوت. وانا ما كاينش حوانت حدايا هنا بزاف، يعني خاصني نضرب واحد الدوره باش نوصل للحانوت، وراكم عارفين مع الولد في ليكول وهادي والتماره، دونك تنفضل ان كلشي يكون عندي هكا في الدار. اي حاجه تتبان ليا سالات تنقيدها، ملي تمشي نتقدى تنجيبها معايا. وراكم عارفين عاوتاني لي بات هادو راه من الاساسيات انا عندي في الدار، ديما تنقولها لكم يعني ولادي في الليل ضروري تيبغوا لي بات، يعني عندي ايناس انا اختصاصيه في لي بات. عيد فيها حلي قناه، حلي قناه عتيرا البنات راه تحط شي شهيوات ديال لي بات من يديداتها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، راه يعني وكان فتحات غير قناه اختصاصيه غير في لي بات راه تبارك الله عليها تتسرع جميع انواع لي بات. المهم انا لي بات كما قلت لكم دائما تنشريهم، لان تيبغيو ياكلوهم بالليل بارفو ما تيديروش معنا كاع الكوتي، تيبقى هي وخوها كلاو غير شي حاجه هكا خفيفه، وفي الليل تتنوض تصيب لي بات. وهنا البنات راه الخضيره اللي شريت واحد الخصه هكا تنديرها في الفيلم اليمونتير، تتبقى ليا مزيانه في الثلاجه. خديت فلفله، يعني تقريبا كانت الثلاجه خاويه ليا عرفتي مع العطله، تقريبا ما كناش تناكلو دائما في الدار، قليل فاش تناكلو في الدار، وخايشه مكان خدام مي بعض المرات تبقى في خدمه ولا هكا، وتن بعض المرات تنكوموندي لهم غير هكا ماكدو. ايوا البنات هنايا خديت هاد لي كوكيز هادو ديال ايناس، حتى هما تتبغيهم، تتبغي تفطر بهم في الصباح. الدنجال خديت فلفله هاد الصفرة هادي تنبغيها في لي بيتزا، تنبغيها في لي بات. الزيتون البنات مقطع هذا، كنت بغيت حتى النواغ مي ما لقيتوش، لقيت غير الخضر، حتى هو تيبقى في الثلاجه ما تيطرى له والو. وشويه ديال اللوبيا الطويله غنخليها هكا محلوله باش ما تخسرليش على ما نقيها، شويه ديال التفاح. والكورجيت الخيار. المهم تقدي التقديه ديال الاسبوع على البنات باش ما نبقاش هكا مرونه ولا نقصاتني شي حاجه ولا ما يكون عندي داكشي في الثلاجه كله واجد. وهادي البنات زيت العود خديتها تناخدها غير للطياب، عندي زيت العود ديال الماكله هادي غير تنطيب بها. المهم غادي نعمر القريعات ابخي عاد غنمشي نغسلها، لان ضروري تنزل ليا الزيت من الجناب. وهادو هما لي طابليطه البنات ديال لافيسيل، هادو ديال لي تواليت راكم عارفينهم. هذاك القريعات كاملين ديال المناضه اللي جبدت ديال ايناس، كلشي داكشي غيتغسل عادي يدار في الثلاجه. بقيت غدا البنات على داك السيستيم من ايام كورونا، بقيت غدا عليه وصراحه راه مزيان والله، راه داكشي تيكون عامر ميكروبات. صافي هنا البنات دابا غنرجع كلشي لبلاصته ونمسح هاد البوطاجي هذا، مع راك شفتي كنت تنحط فيه كاع داكشي اللي تقديت كاع داكشي اللي جاي من الزنقه، دونك غنضرب ليه تا هو واحد المسحه. وهادشي ما كان البنات، تنتمنى ان الفلوق ديال اليوم يكون عجبكم، وكيف العاده ما تنساونيش من لايكات الزويونه ديالكم، تنبغيكم بزاف بزاف بزاف، تهلاو فراسكم، بسلام عليكم.